إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم بين الابتلاء والاستدراج. هذا هو عنوان خطبتنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والهدف من هذه الخطبة أن نجيب على كثير من التساؤلات التي تدور في الذهنية المسلمة أو في عقلية المسلم حينما يتنزل به ابتلاء، أو حينما يرى واحدا من الناس مبتلى، فربما تدور في ذهنه الكثير من الأسئلة: لماذا يبتليني الله سبحانه وتعالى؟ أو لماذا يبتلين الله عز وجل على المستوى الجماعي، أو على المستوى الأممي، أو على المستوى الدولي؟ أو لماذا يبتليني الله سبحانه وتعالى أنا كفرد؟ أو لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان ولا يبتلي الله عز وجل هذا الشخص؟ ولماذا نرى بعض العصاة أو ممن نراهم بعيدين عن طريق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نراهم في رغد من العيش وصحة في البدن ووفرة في المال إلى آخر هذه الأمور، رغم أنهم لا يطيعون الله سبحانه وتعالى أو لا نراهم على طريق الله عز وجل؟ ولماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء وبعض الصالحين؟ يعني كل هذه الأسئلة نجيب عليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهل هناك ابتلاء بالخير أو بالسراء كما أن هناك ابتلاء بالضراء؟ يعني هل يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان بالسراء أو بالخير كما يبتليه بالضراء أو بالمصائب؟ وكيف يتعامل المسلم مع نوع البلاء الذي يتنزل به، أو ما هو المطلوب منه تجاه البلاء الذي يتنزل به، سواء كان ابتلاء بالضراء أو ابتلاء بالسراء أو ابتلاء بالشر أو ابتلاء بالخير؟ فكل هذه الأسئلة ربما تراود الكثير منا، يعني رغم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعنده يقين بالله سبحانه وتعالى وعنده رضا بما أعطاه الله عز وجل، لكن ربما يفكر في الإجابة على هذه الأسئلة، وربما يستحي البعض من طرح أمثال هذه الأسئلة بما عنده من يقين، وبما عنده من رضا، وبما عنده من قناعة بما أعطاه الله عز وجل. بداية، أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا هي في الأساس دار ابتلاء ودار اختبار. الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا في الدنيا لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا في جنة عرضها السماوات والأرض، وإنما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الله أنه خلقنا فيها ليبلونا، أي ليختبرنا. في بداية سورة الملك يقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. في سورة البلد يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. في سورة الانشقاق يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في بداية سورة العنكبوت يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يبتلون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني دي بعض من النصوص القرآنية التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها طبيعة الحياة الدنيا، حتى إذا قوبل الإنسان بأي اختبار أو بأي محنة أو بأي فتنة فليعلم أن هذه هي طبيعة الحياة، وأن الدنيا هي دار اختبار، وأن الله سبحانه وتعالى يجازينا على هذا الاختبار في الآخرة. كما أن الإنسان مثلا في المدرسة أو في الإسكولة يكون عنده متسع من الوقت للدراسة وبعدين يختبر، فكذلك الإنسان في هذه الحياة يختبر، لأن النتيجة تكون إما جنة وإما نار، إما رضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وإما تسخط على ما أعطاه الله عز وجل. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الابتلاء
هناك ابتلاء نستطيع أن نطلق عليه ابتلاء عقوبة، وابتلاء آخر نستطيع أن نطلق عليه ابتلاء محبة أو لرفع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. ابتلاء العقوبة ده واضح، لما الإنسان مثلا يعصي الله سبحانه وتعالى ده على المستوى الفردي، أو أن دولة من الدول ولا أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب تكثر فيه المعصية ويكثر فيه البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يبتليه سواء كان على المستوى الفردي الشخص، على معنى كلمة الفرد يعني على المستوى الشخصي ممكن يبتليك الله سبحانه وتعالى أنت، ومن الممكن أن يكون الابتلاء ابتلاء عام، وهذا واضح في آيات كثيرة في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وضرب الله سبحانه وتعالى لنا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم لدول يعني أهلك الله سبحانه وتعالى أو أذاق الله سبحانه وتعالى لباس الجوع والخوف بما كسبت أيديهم. على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، لم يقل فكفرت بالله، خد بالك من الآية، فكفرت بأنعم الله، فكانت النتيجة فاء أذاقها الله. الفاء هنا بتفيد الترتيب والتعقيب، لأن الفاء حرف عطف وحروف العطف كثيرة، منها الفاء ومنها ثم ومنها الواو إلى آخره. حينما يقول الله سبحانه وتعالى فأذاقها، وكل حرف من هذه الحروف بيفيد معنى، الفاء بتفيد الترتيب والتعقيب، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآية مرة أخرى وتدبر معنى الآية، ومن الممكن أنك أنت طبعا في غير القرآن الكريم أنك أنت ممكن تضع مكان قرية هنا أي دولة من الدول، يعني مثلا لما نقول وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة، ممكن نقول وضرب الله مثلا دولة ما، بغض يعني بلا داعي أن نذكر اسم دولة من الدول حتى لا يكون هناك حزازيات لمن يسمع اسم هذه الدولة مثلا. وضرب الله مثلا قرية، ممكن كما قلنا تشيل كلمة قرية وتحط كلمة دولة، دولة 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 كذا، دولة كذا أو دولة كذا أو دولة كذا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يبقى دولة آمنة مطمئنة، لكنها لما كفرت لم يقل فكفرت بالله، وإنما كفرت بأنعم الله. يعني كفرت بأنعم الله؟ يعني لم تحمد الله سبحانه وتعالى ولم تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وإنما بدلا من الشكر وبدلا من الطاعة كان فيه عصيان وكان فيه كذا وفيه كذا. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن أذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع، شوف الآية لباس الجوع، يعني كأن الجوع قد لبسهم، يعني من كثرة الجوع ومن كثرة الاضطرابات ومن كثرة التقلبات وهذا الأمور كأن الجوع والخوف لبسهم، لأن طبعا نعمة الأمن دي من أهم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان. ولذلك لو سألت كثير من الناس الذين يعيشون في أوروبا لماذا لا تذهبون إلى 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 بلدانكم بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليكم بنعمة المال وبنعمة كذا وبنعمة كذا، يعني هناك حراك في الناحية الاقتصادية عندكم، يقول لك والله أصلي ما فيش أمن في دولنا، صح ولا لا؟ أو كثير من الناس يقول هكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني كأن الجوع لبسهم وكأن الخوف قد لبسهم. هذا كما قلت يكون على المستوى الجماعي وقد يكون على المستوى الفردي. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، دي في سورة النحل. في سورة الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وضرب الله سبحانه وتعالى لنا دولة ما في القرآن الكريم سماها الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل أنعم عليها بكل أنواع النعم، ولما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللي هي دولة سبأ أو ما كان يسمى باليمن السعيد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا، يعني أعرضوا عن الله وعن منهج الله وعن طاعة الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، السيول بقى المدمرة إلى آخر، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فجزاهم الله سبحانه وتعالى بما كفروا، كذلك يجازيك الله سبحانه وتعالى حينما تكفر، لا تكفر بالله وإنما تكفر بنعم الله، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم
يعني كفرتم هنا كفر دون كفر كما يقول الإمام ابن تيمية، يعني كفرتم بنعمي أو كفرتم بطاعتي، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك يروى في الأثر ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. هذا اسمه ابتلاء العقوبة، ده نوع من الابتلاء. طب هل هناك نوع آخر من الابتلاء؟ أي نعم، هناك ابتلاء يسمى بابتلاء المحبة أو لرفع الدرجة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قد يبتلي إنسان ما، ربما الإنسان ده يعني فرضا يعني ليس عنده معاصي وليس مقصر في الطاعات، وإنما يبتليه الله سبحانه وتعالى لكي يرفع له الدرجة ولكي يرفع له المنزلة، كما ابتلى الله سبحانه وتعالى الأنبياء على سبيل المثال، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين فاستجبنا له، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكما ابتلى الله سبحانه وتعالى يوسف ورمي في وألقي في غيابة الجب ورمي في سجن بضع سنوات، وكما ابتلى الله سبحانه وتعالى يعقوب بفقد بصره حزنا على يوسف وأبناؤه يقولون له تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فابتلاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء ليس ابتلاء عقوبة، لأن الأنبياء معصومين في الأساس من الوقوع في الخطأ، وإنما هذا بيسمى بابتلاء لرفع الدرجة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إنما يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا يعني قوي في إيمانه زيد في بلائه حتى يرفع الله سبحانه وتعالى له الدرجة وله ويرفع له المنزلة والمكان، وإن كان في دينه رقى ابتلي على حسب دينه، يعني لو كان في دينه ضعف ابتلي على حسب دينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمله فلا يزال الله سبحانه وتعالى يبتليه حتى يبلغه إياها، يعني تكون له درجة عند الله وتكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يصل إلى هذه المكانة ولا يصل إلى هذه الدرجة بعمله وبطاعاته فيبتليه الله سبحانه وتعالى ويصبر ويرزقه الله سبحانه وتعالى الصبر فيرفعه الله سبحانه وتعالى إلى هذه المكانة وإلى هذه الدرجة. ده نوع يعني ده أمر مهم لابد أن نعلمه. يبقى إذن ابتلاء العقوبة وابتلاء المحبة. طيب فرضا أنك حينما ترى بعض العصاة يعني أو أناس ربما لا ترون يعني على كثير من الطاعة أو يعملون بمعصية الله سبحانه وتعالى أو يجهرون بالمعصية، ومع ذلك ربما ترون أنت من وجهة نظرك أو الظاهر لك أو الذي يبدو لك من أحوالهم أنك تراهم في رغد من العيش، تراهم في صحة في البدن، تراهم في وفرة من المال، في سعة من الرزق، في كذا في كذا، يعني تراهم في أرزاق دنيوية ظاهرة لك أو واضحة لك، يعني هذا كيف نفسره؟ هل هؤلاء لماذا لا يبتليهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء العقوبة الذي سبق وتحدثت عنه انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ ده سؤال مهم لأنه ربما يراود الكثيرين منا المرة تلو المرة. لابد أن نعلم أن هناك شيء في الشريعة الإسلامية أو في الدين الإسلامي اسمه استدراج. يعني استدراج؟ الكلمة الاستدراج مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الأساس أو النص الأساسي في هذا الموطن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل ينعم على عبد وهو مقيم على معاصيه فاعلموا أنه مستدرج. يعني مستدرج يعني يستدرجه الله سبحانه وتعالى لا يأخذه بغتة وإنما يأخذه الله قليلا قليلا حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما فعل الله سبحانه وتعالى مع قارون وكما فعل الله سبحانه وتعالى مع فرعون وهكذا. يبقى أيهما الأفضل؟ أن يبتليك الله سبحانه وتعالى حينما تقوم بمصيبة ما أو حينما تقوم بمعصية ما فيبتليك الله سبحانه وتعالى لكي يخفف عنك، ولا الله سبحانه وتعالى لا يبتليك ويكون العذاب كله عليك يوم القيامة؟ العكس، أي ابتلاء في الدنيا لتخفيف ما يكون في يوم القيامة يكون أفضل للإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حينما قام بمعصية فابتلاه الله سبحانه وتعالى
قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله عز وجل بك خيرا. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم معللا: إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يبقى إذن الأمر واضح، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. هذا يجيبنا على السؤال الذي يراود الكثيرين منا حينما يرون بعض العصاة، يرونهم في رغد من العيش كما قلت، أو في ساعة من الرزق، أو كذا أو كذا. زرهم كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. نحمد الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم فيه إجابة على كل هذه التساؤلات التي تراودنا بين الحين والآخر، ولكن البعض ربما لا يقف عند هذه الآيات وقفة متدبر. فالله سبحانه وتعالى يقول لك: فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. لكن حينما تبتلى اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو كنت قمت بمعصية أو ابتعدت عن الطاعة، الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعود إليه ويخفف عنك في يوم القيامة. ولذلك في حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني حتى الأمور اليسيرة، حتى الهموم والأحزان والتفكير وكل شيء أنت شايف أن فيه مشكلة بالنسبة لك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبك، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنك في يوم القيامة إلا كفر الله بها من خطاياه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يعني سبحان الله، كأنك ذهبت إلى حج بيت الله الحرام وعدت ليست عليك خطيئة. معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك الابتلاء حينما يصاب به الإنسان، أو يعني العقوبة حينما يصاب بها الإنسان في الدنيا ويصبر، شريطة الصبر والرضا، لأن في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا. وإنما الإنسان حينما يجزع ويتسخط ولا يرضى بما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به ويتسخط على قضاء الله عز وجل، هذا حرم نفسه من الأجر ومن الثواب، لا تكفر عنه السيئات. وزيد على هذا أن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه، وزيد على هذا أنه لن يغير في قدر الله سبحانه وتعالى شيء. فلذلك الإنسان حينما تنزل به مصيبة وحينما ينزل به الابتلاء، لأول وهلة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعوا، انتهى الأمر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أن أهم مجالات الصبر الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أول ما تنزل بك المصيبة والحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يبقى أنت كده تلقيت الابتلاء بالصبر والرضا. لكن لما تتلقى البلاء بالتسخط والجزع، وبعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر تقول الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، لما تبرد المصيبة، أي نعم هذا فيه صبر، لكن الأفضل الصبر عند الصدمة الأولى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا الآن ما هو ابتلاء العقوبة انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الأمر الذي يترتب على هذا الأمر: لماذا لا يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض العصاة أو ممن نراهم بعيدين عن طريق الله سبحانه وتعالى، أو بعيدين عن المسجد، أو بعيدين عن الطاعة، ومع ذلك لا نرى أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه؟ وبعدين ما الذي يدرك أن الله سبحانه وتعالى لم يبتلي؟ هو الابتلاء، ودي نقطة مهمة لابد أن تعلمها، هو الابتلاء يكون بعقوبة أنت تراها فقط. ده كون الله سبحانه وتعالى يحرمه من الطاعة ويحرمه من المسجد ويحرمه من الصدقة ويحرمه من بيت الله ويحرمه من قراءة القرآن، ده في حد ذاته يعني أكثر العقوبات عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل به عقوبة دنيوية، وإنما أنزل به عقوبة أخروية، يعني حرمه من الأرزاق في الآخرة. ما هو كونك تقرأ دي أرزاق أخروية، يعني لأن كلمة الرزق كلمة عامة، كلمة الرزق مش المقصود بها الأرزاق الدنيوية فقط، السيارة والعمل والبيت وهذه الأمور ممكن تكون عند إنسان، لكنه محروم من الأرزاق في الآخرة، أو محروم من الأرزاق المعنوية، يعني محروم من سكينة النفس، محروم من انشراح الصدر،
محروم من طمأنينة الروح، محروم من الاستقرار الأسري، محروم من الصحة النفسية والصحة الروحية، مدمر من الداخل وأنت لا تعلم. ربما تجد عنده سيارة فارهة، مسكن واسع، بس مدمر من الداخل وأنت لا تعلم وأنت لا تشعر، وربما يشعر به فقط المحيطين به. فالمظاهر هذه لا تغرنك. في مثل يقول لك ليس كل ما يلمع ذهبا، مش 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 أي حاجة بتلمح كده تلاقيها ذهب. فالمقصد أن هناك ابتلاءات ربما لا تراها أو ربما لا تشعر بها، إذ حتى ولو لم يبتليه الله سبحانه وتعالى يبقى داخل في وهو على معصية، فاعلم أنه إيه؟ فاعلم أنه مستدرك. أضف إلى هذا أنك أنت كشخص غير مسؤول أنك أنت يعني لما تسمع هذه الخطبة ما تقعدش بقى توزع الأمور على الناس، تقول ده مبتلى، ده مستدرج، ده كذا، ده كذا. لا تشغل أنك هذه الأمور. فقط أردت أن أبين هذه الأشياء حتى أجيبك على كثير من الأسئلة التي تدور في ذهنك. إنما في الأول وفي الآخر أنت مأمور بأن تدع الخلق للخالق سبحانه وتعالى، دع الأمر لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بصير بكل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصير. يبقى فيه ابتلاء عقوبة، في استدراج، في ابتلاء المحبة ليرفع الله سبحانه وتعالى الدرجة للإنسان أو ليرفع له المكانة أو ليرفع له المنزل. السؤال أيضا، هل هناك يعني كما أن في ابتلاء بالشر أو ابتلاء بالمصيبة التي تنزل بالإنسان، هل هناك ابتلاء بالخير أو ابتلاء بالسراء؟ أي نعم، لأن كلمة الابتلاء كلمة عامة. قد يبتليك الله سبحانه وتعالى بالضراء ليختبر صبرك وليختبر رضاك وليختبر تضرعك إليه ولجوءك إليه. وقد يبتليك الله سبحانه وتعالى بالسراء أو بالخير، والابتلاء بالسراء أو بالخير ربما يكون أكثر من الابتلاء بالمصيبة، لأن الابتلاء بالمصيبة ظاهر وواضح، إنما الابتلاء بالسراء كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا سليمان ليبلوني. شوف سيدنا سليمان، الله سبحانه وتعالى أنطق له الطير وعلم لغة الطير كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يعني نبي وملك في نفس الوقت، وجيء إليه بعرش بلقيس في أقل من غمضة عين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن علي لقوي أمين. يعني كل هذه النعم، وبعدين قال سيدنا سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي. لماذا؟ ده اسمه ابتلاء بالنعم، ليبلوني أأشكر أم أكفر. لما يفيض الله سبحانه وتعالى عليك بالصحة والمال والعمل وهذه الأشياء، اعلم أنك أيضا مبتلى، بس مبتلى بالسراء والخير. هل ستشكر الله سبحانه وتعالى ولا هل ستغفر بنعم الله عز وجل؟ على سبيل المثال كما حدث الله سبحانه وتعالى عن قارون، وقارون ده يعني أو مثلا فرعون لم يقل في يوم من الأيام أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وما لما كفر بالله سبحانه وتعالى ولما كفر بنعم الله عز وجل أغرقه الله عز وجل. قارون ألم يقل قارون في يوم من الأيام كما حدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض، يلا مع السلامة. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. زي أي واحد مثلا ما يتعالى ويتكبر على الآخرين بعدما يفوض الله سبحانه وتعالى عليه مثلا بالبيت والسيارة والعمل وكذا وكذا، يقول لك أنا إنما أوتيته على علم عندي أو أنا ورثت هذا الأمر كابرا عن كابر. وهو ربما لما جاء إلى إيطاليا جاء حارقا أو جاء هاربا، ومع ذلك لما من الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم نسي هذه الأمور. فهذا من الممكن أن يبتليه الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء طالما أنه لم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم.
مثل قصة الأبرص والأقرع والإيه والأعمى. فالمقصد أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان لا بد وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يبتليه بالسراء أو يبتليه بالخير ليرى هل سيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم أم لا، كما ابتلى الله سبحانه وتعالى كما قلت فرعون وقارون إلى آخر هذه الأمور. وذلك قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ده برضو نوع من الفتن ونوع من كلمة فتنة ابتلاء واختبار، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يعني يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم لنفتنهم لنختبرهم، فجعل الله سبحانه وتعالى التوسع والماء الغدق والرزق الواسع فتنة لنفتنهم فيه. وهكذا فلا بد انك انت تعلم هذه الامور، يعني ان الابتلاء يكون بالمصائب وايضا يكون بالمال او يكون بالخير او يكون بالسراء. الابتلاء بالمصائب ليرى الله سبحانه وتعالى منك الصبر والرضا والقناعه والتضرع اليه، والابتلاء بالسراء ليرى الله سبحانه وتعالى شكرك ويرى الله سبحانه وتعالى طاعتك ويرى الله سبحانه وتعالى احسانك على غيرك من الناس الذين لم يعطهم الله سبحانه وتعالى هذه الامور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح، يعني من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال ما هو موقفي تجاه الابتلاء الذي ينزل بي، يعني هل إذا ابتليت بالضراء أو ابتليت بمصيبة من المصائب ماذا أفعل حيالها، ولو ابتليت بالسراء أو بالخير ماذا أفعل؟ إذا ابتليت بالضراء ما عليك إلا الرضا وعليك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده الانكسار بين يديه والتضرع واللجوء إليه، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تظهر الذل والفقر والمسكنة والحاجة بين يدي الله عز وجل، ولا تتسخط ولا تشتكي الله إلى المخلوقين وإنما تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، أسجد وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واشتكي حالك واشتكي ما أنت فيه لله عز وجل فقط، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ربما ابتلاك ليسمع تضرعك، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني بعض الناس يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني شوف يدعو لما عنده ضر وعنده مصيبة وعنده ابتلاء ما يدعو الله سبحانه وتعالى هو قائم وهو قاعد وهو على جنبه وهو كذا، دايما يفكر في دعاء الله ويقول يا رب يا رب يا رب، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر إيه مسه، يعني ينسى الله سبحانه وتعالى وينسى التضرع وينسى ليه وينسى الدعاء، دي حالة بعض ليه الناس. أما الإنسان إذا ابتلي بالسراء وابتلي بالخير وهذه الأمور فما عليه إلا أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة وأن يجعل همه الآخرة وأن لا ينسى أن إلى الله سبحانه وتعالى المصير وأن إلى ربك الرجعة. أضف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض الناس بالضراء أو بمصيبة ما لكي يصلح الله سبحانه وتعالى حاله، لأنه ربما يكون ماشي في طريق ما ولو تركه الله سبحانه وتعالى لا يبتليه فربما يتمادى في هذا الطريق طريق الفساد ولا طريق المعصية، لكن حينما تنزل به عقوبة ولا تنزل به مصيبة من المصائب فيعود إلى رحاب الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، هذا ليصلح الله سبحانه وتعالى حاله وهذا أراد الله عز وجل به خيرا في الدنيا. واعلموا أيضا أن الأمور ربما قد تقع بك وقد يكون فيها خير لك، وهذا واضح من قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما تراودك أمثال هذه الأمور الابتلاء ابتلاء العقوبة ابتلاء المحبة لماذا لا يبتلى الله سبحانه وتعالى هذا أو لماذا يبتلى الله عز وجل هذا، نتمنى أن تكون في هذه الخطبة إجابة على هذه الأسئلة التي تراود عقليتك بين الفينة والأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.